محترم دوستو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سورہ ملک آج آپ کو میں پڑھانا سکھاؤں گا۔ دوستو، یہ رمضان کے مہینے میں سورہ ملک، اس سورت کی تلاوت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس سورت کی بہت بڑی برکتیں ہیں۔ تو اس سورت کو اگر پڑھنا آپ نہیں جانتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سیکھ جائیں گے، اور روز آپ اس سورت کو مغرب بعد تلاوت کریں، انشاءاللہ اس کی بہت بڑی فضیلتیں آپ کو ملیں گی۔ تو دوستو، چلیے آج کی ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی کتاب کھول لیں، وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضنا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور،
أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي جراكم في الأرض وإليه تهشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء مبين تو ناظرین محترم آج کے سبق میں ہم سورہ ملک سورہ تبارک اس صورت کو پڑھنا سیکھے اگر ایک بار میں ویڈیو سمجھ میں نہ آئے تو دو بار ویڈیو دیکھیں لیکن اس صورت کو یاد کر لیں اور پھر کل کے سبق میں ہم سورہ رحمان پڑھیں گے اور شام کو کوئی ایک ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہماری انشاءاللہ اسی طرح چینل سے جڑے رہیں قرآن پاک پڑھنا سیکھیں پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ